أخواتي وأخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور ياسر عبد المجيد حميد، أخصائي أمراض نفسية من إنجلترا. أحييكم في هذا اليوم، وإن شاء الله تكونون بأفضل صحة وعافية. أتمنى إذا ممكن أنه أحصل على فد يعني تواصل تفاعل من عندكم، حتى نشوف إذا الصوت كان جيد. هل إنه الصوت جيد الآن؟ يعني إذا يا ريت إنه تقولوا لي إذا الصوت جيد، وأني أيضا دا أتابع الـ يعني صفحة الفيسبوك على الكمبيوتر، على شاشة الكمبيوتر بالإضافة إلى التليفون. أي سؤال راح تسألوه سواء كان على العام أو على الخاص، راح أحاول أن أجيب عليه إن شاء الله. بس قبل هذا، هناك الكثير من الأسئلة اللي الناس سألوني إياها على مدى الأسبوع أو الأسبوعين الماضية، فراح أحاول أنه يعني أجاوب على الأسئلة القديمة اللي الناس سألوني عنها، وبعد ذلك إن شاء الله أتحول إلى إجابة الأسئلة اللي راح تطرحوها الآن. الصوت واضح الحمد لله، شكرا بان. طبعا أرجع وأقول بالبداية ألف ألف شكر لكم. أني أبدا ما كنت أتوقع أنه يعني هاي الصفحة على الفيسبوك راح تلاقي هذا النجاح وهذا العدد الكبير من الناس اللي قدموا على طلب صداقة ودزوا استفساراتهم وأسئلتهم. فيعني أني ممنون جدا لكم، وطبعا هاي مسؤولية كبيرة، لأنه الناس لما تسأل هاي الأسئلة، بعض هاي الأسئلة أسئلة جدا خاصة، أسئلة يعني عن معاناتهم أو عن معاناة أقاربهم، فمو من السهل أنه الشخص يتقدم ويسأل هاي الأسئلة لشخص غريب مثلي، إحنا ما ملتقين أبد. فأشكر ثقتكم مرة ثانية، وأنا دا أحاول أقصى ما أستطيع أنه أجاوب على أكبر قدر ممكن من الناس اللي يتصلون بيا، لكن بنفس الوقت أستميحكم عذرا إذا كان هناك أي تأخير، أو إذا كنت يعني مدى أعطي الجواب اللي يريد المقابل، لأنه أنا بالنهاية أيضا يعني مرتبط بعمل في مستشفى حكومي وفي جامعة، والوقت الإضافي عندي وقت جدا ضيق، فأرجوكم المعذرة وآسف إذا كنت قصرت في إجابة أي سؤال من الأسئلة. فالآن راح أبدأ بالكلام عن شنو الأشياء اللي راح أسويها اليوم. فإن شاء الله عندنا تقريبا ساعة من الآن أتحدث بيها عن الأسئلة اللي وصلت إلي من الناس من مختلف دول العالم العربي، وأي واحد راح يبعث سؤال الآن راح أحاول أن أجيب عليه بعد أن أجيب على الأسئلة السابقة. كما أسلفت راح أجيب على الأسئلة السابقة ثم أنتقل إلى الأسئلة اللي راح تبعثوها الآن. طبعا أحببت أن أقول فد شيء واحد جدا بس جدا سريع، أنه اختصاص أمراض النفس هو اختصاص جدا واسع، ومستحيل يكون أكو فد أخصائي بأمراض النفس يدعي أنه يفهم كل شيء بعلم النفس، مستحيل. فإحنا مثلا هنا في إنجلترا طب النفس مقسم إلى اختصاصات، الاختصاصات هذه هي طب النفس عند كبار السن، طب النفس عند الأطفال والمراهقين اللي هم تحت سن 18 سنة، طب النفس عند الناس اللي في أعمار العمل من عمر 18 سنة إلى عمر 65 سنة، وطب النفس في إعاقات التعلم أو ما كان يسمى بالتخلف العقلي. فمثل ما تشوفون أنه طب النفس هو مقسم إلى أقسام كثيرة جدا، فأنا ما ممكن أنه أدعي أنه أني أفهم كل شيء بطب النفس. أنا تخصصي هو الأمراض النفسية عند البالغين من عمر 18 سنة إلى 65 سنة وما بعد ال 65، فعندي هذا الاختصاصين، اختصاص طب الأمراض النفسية في البالغين وكبار السن. فأرجو المعذرة إذا سألتوني سؤال يتعلق بالأطفال وما أعطيتكم إجابة محددة، أو إذا سألتوا سؤال يتعلق بأمراض التخلف العقلي وأيضا ما أعطيتكم إجابة محددة، لأنه هاي أشياء خارجة عن اختصاصي.
الشيء الثاني اللي حبيت أقوله بسرعة أنه وصلتني كثير من الأسئلة عن مشاكل اجتماعية، يعني مو مشاكل أمراض نفسية، يعني مثلا مشاكل علاقات زوجية، مشاكل غيرة بين الزوج والزوجة وإلى آخره. طبعا هذه أشياء هي أشياء ليست مرضية، يعني ما يقدر الطبيب النفسي أنه يعالج هاي الأشياء، هاي مظاهر اجتماعية ومشاكل اجتماعية يتوجب أنه أكو أشخاص معينين يعني متخصصين في حلها، لكن أيضا راح أحاول أن أرد على بعض هذه الاستفسارات اللي وصلتني اللي هي خارجة عن الطب النفسي، هي مشاكل اجتماعية أكثر من كونها أمراض نفسية. فنبتدئ بالسؤال الأول، وأتمنى ما أكون أنه أطلت عليكم بهاي المقدمة. السؤال الأول من أخ من العراق، طبعا ما راح أذكر أي أسماء لأي أشخاص سألوني هاي الأسئلة للحفاظ على خصوصيتهم، ما راح أذكر أي تفاصيل تساعد على التعرف عليهم، فيعني الحفاظ على خصوصية المريض طبعا شيء جدا مهم. طبعا الأخ هذا من العراق يقول أنه عند أخ وهو يعمل مدرس وساءت حالته النفسية عام 2004 وشاف أطباء نفسيين كثيرين وشخص المرض على أنه هوس اكتئابي، يعني حالة يعني psychotic depression المفهوم منها، يعني اكتئاب شديد جدا مع أعراض هلوسة، وتم علاجه من قبل أحد الدكاترة بالعراق. يقول الشخص اللي رسل هذا السؤال يقول إنه حالة المريض تستقر لمن يستمر على الأدوية لمدة سنة أو أكثر، وبعدين ترجع وتدهور الحالة مرة ثانية، ثم يرجع للدكتور يوصف له علاج ويستمر على العلاج كم شهر، ويعني تستقر الحالة مرة ثانية وهكذا. وعفوا هو قال هوس اكتئابي ثنائي القطب، هو دي يتكلم هنا مو السايكوتيك ديبريشن أو ما يسمى بالكآبة مع الهلوسة، هو دي يتكلم عن مرض ثنائي القطب الذي هو يصاحبه أعراض كآبة وأعراض هلوسة. فيقول هل هناك علاج يزيل الحالة نهائي؟ الأخ هنا دي يسأل هل أكو فد علاج ممكن يقضي على المرض النفسي تماما؟ طبعا لا يوجد علاج يقضي على المرض النفسي تماما في بعض الحالات، طبعا أكو حالات أخرى ممكن أنه تعطي المريض علاج يتحسن، بعد فترة تدريجية توقف العلاج المريض ما راح يحتاج العلاج مرة ثانية، ما راح ترجع الأعراض إلى مرة ثانية. لكن في حالة أمراض الثنائي القطب اللي هو يتميز بتغيرات في المزاج، من ارتفاع في المزاج أو المود إلى هبوط في المزاج، هذا المرض من الأمراض المزمنة التي يجب أن تسيطر عليها بالأدوية لفترة طويلة، يعني مثلا مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، أو مثلا مثل مرض السكر، ارتفاع السكري عند بعض الأشخاص، لا يوجد هناك علاج يشفي تماما من السكر، من مرض ارتفاع السكر أو مرض ارتفاع ضغط الدم، لكن أنت تعطي الأدوية على مود تسيطر على الأعراض مع المرض. فلذلك أنا أقول للأخ هذا أنه أرجوك أنه تشجع أخوك على أنه يستمر بالعلاج وما يقطع العلاج إلا باستشارة الطبيب. ومرض ثنائي القطبين هو من الأمراض اللي إحنا ننصح المريض أنه يستخدم العلاج لفترة طويلة جدا، لأنه قطع العلاج وخاصة قطعه بصورة مفاجئة قد يسبب في أنه ينتكس المريض بسرعة، وقد يؤدي ذلك إلى شعور بالكآبة والإحباط الشديد، أو إلى أنه المزاج يتغير ويرتفع، أو ما يسمى بالمانيا، يعني يصير جدا فرحان ويقوم يعني يوزع فلوسه ويدخل إلى مشاكل أخرى بسبب هذه يعني اختلافات المزاج عنده. سؤال ثاني من أخت من بغداد، تقول أنه ابنها مريض وعمره 20 سنة، وتقول أنه عقله صغير ما يناسب عمره، هذا تعبير الأخت السائلة، يعني أنه هذا ابنها هو عمره 20 سنة لكن عقله عقل طفل،
يعني احنا هنا اللي دا افهمه انه هي تتكلم عن مرض اعاقة عقلية او تخلف عقلي. تقول صارت عنده صدمة، صارت عنده خوفة، يعني فد صدمة معينة، وقبل 5 سنوات، ومن ديك الفترة ظلت الحالة تدهور، واحيانا يحكي ويا نفسه، يتكلم مع نفسه، واحيانا يصير عدواني، وقامت تخاف من تصرفاته وانفعالاته. فراحت على الدكتور وكتب لها علاج، وهذا العلاج هو الأولانزابين، يعني دواء الأولانزابين، وهو يعني دواء مضاد للذهان، مضاد للأفكار الهلوسة اللي تجي عند الشخص. فده تقول هو يعني ليش هو هيك دا يتصرف؟ ليش صار عدائي؟ هو كان إنسان مسالم وابني وأحبه، ولمدة 20 سنة ما سوى أي مشكلة، ليش بدأ الآن يصير إنسان عدائي بعد هذه الصدمة؟ طبعا لما نتكلم عن يعني التخلف العقلي أو إعاقة في التعلم عند هذول الأشخاص، هذول الأشخاص يعانون مثل ما احنا نعاني من أمراض نفسية، لكن الطريقة اللي يعبرون بها عن أمراضهم قد تكون مو مثل الطريقة اللي احنا البالغين أو الأشخاص اللي عندنا يعني معدل ذكاء طبيعي نتعامل بها. يعني مثلا لما يصابون بالكآبة، هذول الأشخاص اللي عندهم تخلف عقلي يصيرون عدائيين، يقومون مثلا يضربون الآخرين، يكسرون الأشياء. ليش؟ لأنه هو ما يقدر يعبر للآخرين ويقول لهم أنه يعني آني مكتئب أو آني زعلان أو آني حزين. فهذا يسمى بالchallenging behavior، هذا لما السلوك العدائي عند الأشخاص اللي يعانون من أمراض التخلف العقلي. فنصيحتي للأخت اللي أرسلت هذا السؤال أيضا أنه تستمر على العلاج، وإذا كان هذا العلاج نافع، طبعا عقار الأولانزابين هو من العقارات اللي نستخدمها كثيرا هنا في إنجلترا، فهو عقار جيد جدا. فإذا كان المريض متحسن على هذا العقار فالأفضل الاستمرار به. طبعا هي تقول إنه عقله صغير وعقله مثل عقل طفل عمره 7 سنوات، الأفضل إنه هذول الأشخاص يعني يعرضوا على أخصائي، على مود يحدد معدل الذكاء عندهم، أو الآي كيو يسمى بمعدل الذكاء. فلما راح يسوي معدل الذكاء راح نعرف بالضبط مثلا مدى إعاقة هذا الشخص، يعني مدى التخلف العقلي اللي عنده، لأنه التخلف العقلي يقسم إلى أقسام كثيرة اعتمادا على درجة الذكاء عند الشخص. فأيضا أختي إذا تسمعيني الآن، إذا موجود أخصائي ممكن أنه يشخص الحالة بالضبط ومدى التخلف العقلي الموجود عند ابنك، أيضا هذا يكون مفيد. السؤال الثالث سؤال من أخت من العراق، تقول أنه عندها حالة أنه تأكل مسحوق الصابون، وهاي الحالة هي تعرف أنه حالة خطأ، حالة خاطئة، وكثير من الناس نصحوها أنه ما تسوي هذا الشيء، لكن تقول أنه أنا ما أقدر، يعني هذا فت حالة ما أقدر أقاومها، أنه أحب أكل مسحوق الصابون أو ما يسمى بالمسحوق الغسيل اللي هو يكون باودر أبيض. طبعا هاي حالة موجودة، وأكو حالات أخرى من أكل أشياء أخرى مضرة بالصحة، مثلا أكل الشعر خصوصا عند البنات، وهاي حالات كلها تصنف من حالات الـ يعني الـ الوسواس القصري، ممكن يعني الـ OCD الـ Obsessive Compulsive Disorder، يعني الشخص عنده فت حالة قصرية ما يقدر يتجنبها، ما يقدر يتغلب عليها. طبعا شنو العلاج لهذه الحالة؟ طبعا العلاج هو علاج سلوكي أكثر مما يكون دواء. يعني إحنا إذا جتيني هاي الأخت للعيادة هنا ما راح أحولها رأسا على دواء إلا إذا كان هناك أعراض كآبة أو أعراض قلق شديد، لكن علاج هذه الحالات هي علاج سلوكي، يعني الشخص
يشوف معالج نفسي، وهذا المعالج النفسي يحاول يعلم هذا الشخص في طرق معينة للتوقف عن هذه العادة السيئة. مثلا يعني إذا كان هذا الشخص اللي عنده عادة أكل مسحوق الصابون، لما تجي له هاي الرغبة بعمل هذا الشيء، ممكن أنه يروح ويأكل فتشي ثاني غير مضر، ممكن يكون مشابه لمسحوق الصابون بس غير مضر، يعني مثلا فد سكر مطحون أو يعني مسحوق جوز الهند أو فد حالة يعني فد مادة أخرى مشابهة لمسحوق الصابون بالشكل، لكن ما تؤدي إلى أضرار صحية مثل مسحوق الصابون. ونسأل الله لكم الشفاء والعافية. وصلتني أيضا رسالة أو استفسار من أخت أيضا من العراق، تقول أنه يعني أثناء فترة مرحلة امتحانات البكالوريا اللي تسمى في العراق، اللي هي في صف ثالث المتوسط وصف سادس إعدادي، فهي في صف الثالث المتوسط أثناء فترة الامتحانات النهائية تعرضت إلى فد يعني قلق شديد، و يعني بدأ مستواها الدراسي يعني يتأثر، فلما راحت للإعدادية بدأت تشعر أنه المدرسات يعني كانوا عدائيين إلها وما حبوها وما حبت المدرسة الإعدادية، وبالتالي تركت الدراسة. تقول تزوجت وصارت عندي طفلة، لكن صحتي يوم عن يوم تزيد للأسوأ. تقول يعني أنه ما تشعر بالراحة أبدا، تفكر أنه ليش أنا خسرت كل شيء بالدراسة من بعد أن كانت درجاتي عالية بالمراحل الأولى من دراستي، وبعدين تأثرت كثير. تقول أنه أنا قاعدة بالبيت من عزلة عن الآخرين، ما عندي شهادة، وتقول من أنا طفلة صغيرة الأهلي يضربوني ويسمعوا لي كلام جارح، فيعني تريد يعني مساعدة عن هذه الحالة. طبعا يعني هذه الحالة حالة يعني الله يعينك عليها. لما الإنسان ما يتعرض يعني للنجاح في حياته أو يفقد فرصة النجاح في الدراسة، قد تكون هناك حصرة دائمة في داخله، أنه ليش ما كمل الدراسة، ليش بقية الآخرين اللي هم كانوا في عمري الآن هم أطباء ومهندسين وأنا اضطريت أترك الدراسة. طبعا يعني فعلا التفوق الدراسي هذا طموح مشروع، لكن يا أختي العزيزة أنه الآن أنت متزوجة وعندك طفلة، يعني أنصح أنه ممكن أنه تركزين على أنه تكون طفلتك يعني تنمو وتكبر في بيئة أفضل من البيئة اللي أنت تربيتي بيها. يعني مثل ما تقولين أنه أهلي دائما كانوا يضربوني، كانوا يسمعوني كلام جارح، فممكن أنه أنت تعملين ما في وسعك أنه بنتك ما تتعرض لهذه الأشياء وتكون ناجحة في حياتها. والكثير من الآباء يشوفون أنه نجاح أبنائهم هو نجاح لهم. طبعا إذا كانت عندك أعراض كآبة شديدة، مثلا يعني أعراض أنه المزاج دائما واطي وما عندك قدرة على أنه تسوين أشياء وما تريدين تختلطين بالآخرين ومدى تنامين زين ومدى تاكلين زين، فإذا كانت موجودة هاي الأعراض طبعا الأفضل أيضا أنه تشوفين أخصائي على مود يقيم الحالة، وممكن يوصف لك فد علاج للمساعدة مع هاي الأعراض. والله يعينك، وأيضا نسأل الله لك الصحة والعافية ويبارك لك بعائلتك وبنتك. سؤال آخر أيضا من أخت وصلني، وطبعا هذه من الحالات اللي يعني آلمتني كثيرا حقيقة، أنه هي امرأة، هي الآن بعمر 45 سنة تقريبا، تقول تعرضت إلى تحرش جنسي لما كان عمرها 8 سنوات، وكان هذا الشخص اللي تعرض لها هو شخص من العائلة يعني. فمن ذاك الوقت من عمرها 8 سنوات إلى حد الآن هي تعاني من أعراض نفسية نتيجة لهذه الصدمة، وراحت وشافت أطباء نفسيين كثير وحصلت على علاجات، ويعني ما نفعت هذه العلاجات كثير.
تقول أنه بالرغم من عمري المتقدم الآن اللي هي بالأربعينات من العمر، لكن أبدا ما صارت عندها علاقة مع رجل، أبدا ما تزوجت، لأنه عندها خوف دائما من الرجال بسبب التحرش الجنسي، التجربة المؤلمة اللي تعرضت لها أثناء الطفولة. فتقول دائما أشعر بالوحدة والكراهية والإحباط، وأنه تحس أنه هي تكره نفسها أيضا، يعني كما عبرت بالسؤال مالتها. ف يعني طبعا أولا يعني أنا آسف جدا لسماع هذا الشيء. حالات التحرش الجنسي ضد الأطفال يعني تترك آثار كبيرة على الطفل، وتعرضه أكثر للإصابة بأمراض نفسية عند البلوغ. وطبعا هذه من المشاكل الموجودة في كل مجتمع، يعني موجودة في المجتمعات الغربية والعربية. يعني اللي أقدر أقوله للأخت أنه صحيح أنه أنت شفتي أطباء كثيرين وجربتي علاجات كثيرة، لكن رجاء لا تقطع الأمل بالحياة، وحاولي دائما أنه يعني تكون عندك فد يعني روح بها أمل وبالحياة، وأنه الأمور ممكن تتحسن. طبعا بهذا العمر في سن الأربعينات وأنت ما متزوجة، يمكن بالمجتمع العربي هذا فشي يعني يزيد من شعورك بالسلبية تجاه نفسك، لكن أدعوك أنه تحاولي أن تتغلبي على هذا الشيء، وأنه تشوفين لنفسك فرصة عمل ممكن أنه يعني تساعدك أنه تحقيق ذاتك، تحقيق نفسك، واكتساب الثقة مرة ثانية في نفسك. يعني مثلا أنا أعرف أنه في بعض الدول العربية أكو يعني الكثير من الفرص أنه تشتغل المرأة في مساعدة الفقراء، في تعليم الفقراء، في مساعدة اللاجئين، في الجمعيات الخيرية مثلا. يعني مو بالضرورة يكون العمل عمل براتب معين، لكن مجرد مساعدتك لهؤلاء الناس اللي هم في حاجة راح يشعرك بارتياح كبير. والله يعني أسأل الله مرة ثانية إليك العافية والصحة، والله يعينك على هذا الاختبار اللي أنت بي. طبعا اجتيني أيضا أسئلة كثيرة عن الـ الوسواس القصري، الـ Obsessive Compulsive Disorder. طبعا هي هاي حالة شائعة وموجودة أيضا في مختلف المجتمعات. طبعا شنو هو العلاج؟ العلاج لمرض الوسواس القصري، أولا أكو علاج، فيعتمد على شدة الأعراض. معظم المرضى اللي عندهم أعراض شديدة راح يحتاجون أدوية، معظمهم، ما أقول كلهم بس معظمهم. بالإضافة إلى الأدوية يفضل أنه يكون هناك علاج نفسي، لأنه الدواء ممكن أنه يساعد الشخص على التغلب على بعض الأفكار القصرية اللي تجي ببالهم عن النظافة وعن الأشياء الأخرى، لكن ما رح يقدر العلاج أنه 100% يزيل الأعراض لوحده. فلذلك إحنا هنا نحول المريض إلى طبيب، العفو، إلى معالج نفسي، على مود يشتغل ويا المريض أنه كيف يعني يتغلب هذا المريض على هاي الأفكار القصرية، ويتوقف عن الأشياء أو الأفعال التي تساهم في ازدياد هاي الأفكار القصرية. يعني مثلا شخص عنده خوف من النجاسة، من الوساخة مثلا، فهذا الشخص كل ما راح تجي عنده فكرة أنه هو إيده وسخة راح يروح ويغسل إيده، ثم تجي له فكرة مرة ثانية أنه إيدك وسخة فيذهب مرة ثانية ويغسل إيده، وهكذا وهكذا. فالمعالج النفسي يحاول أنه يوقف هذه الدائرة المفرغة، هاي الحلقة المفرغة، فيقول للمريض إذا جتي لك هذه الفكرة أنه إيدك وسخة، حاول أنه ما تغسل إيدك، وإنما حاول أنه تروح وتسوي شيء ثاني زين. فهذا وأحيانا يعمل معه في التمارين معينة، مثلا يعرض إلى بعض الأشياء مثلا اللي المريض يعتبرها هاي أشياء وسخة، ويمنع المريض أنه يغسل إيده مباشرة. هذا يسموه Exposure and Response Prevention. فلذلك اللي أنصح به أنه بالإضافة إلى العلاج
الرجاء الرجاء أنه تبحثون في مدينتكم عن طبيب أو معالج نفسي يقدم لكم العلاج النفسي. طبعا الأدوية اللي تستخدم في الوسواس القصري هي أدوية كثيرة، لكن الخط الأول من الأدوية هي ما هي الأدوية المضادة للكآبة أو ما تسمى بالselective serotonin reuptake inhibitors، وهذه الأدوية نستخدمها في جرعات أعلى من الجرعات اللي عادة نستخدمها بأمراض الكآبة ولفترة أطول. فإذا فشلت هذه الأدوية في السيطرة على الأعراض بعد أنه نزيد الجرعة مالتها إلى أقصى جرعة، فممكن أنه يا أما نحول المريض على دواء ثاني أو نضيف دواء ثاني مع هذا الدواء الأول اللي هو الأدوية المضادة للذهان أو الأنتي سايكوتيك ميديكيشن. وفد كومبينيشن احنا نستخدمه هنا هو مثلا فلوكسيتين أو سيرترانين زائدا كوتايبين، هذا اللي نستخدمه هنا. وطبعا كل مريض هو لازم تسوي له فد علاج مخصص له. طبعا على علاقة بمرض الوسواس القهري أيضا أكو أخت أرسلت استفسار عن الترايكوتيلومانيا اللي هي هوس جر الشعر، أيضا عندها مشكلة مع وما تقدر توقف هذا الشيء. وطبعا هاي من الحالات أيضا اللي تسبب يعني فد أعراض نفسية كثيرة، لأنه هي مو بس دا تغسل إيدها وإنما هي دا تجر شعرها، ويمكن راح يظهر هذا الشيء على وجهها وعلى شعرها وعلى رأسها، فتسبب إحراج كبير للمريض. مرة ثانية العلاج موجود يا أخوان وأخواتي، الله يحفظكم. يعني لا أحد يقول إنه أنا شفت دكتور ودكتورين وما نفعني العلاج وبعد ما أريد التعالج. رجاء رجاء حاولوا مرة ثانية وثالثة ورابعة على مود تحصلون على العلاج اللي راح ينفعكم. وأيضا اللي ذكرناه عن مرض الوسواس القصري نذكره عن مرض يعني جر الشعر القصري، أنه ممكن نستخدم الأدوية لكن العلاج النفسي أيضا يكون مفيد جدا. وصلتني رسالة أيضا من أكثر من أخت من العراق ومن مصر أيضا عن تصرفات أزواجهم تجاههم. يعني مثلا وحدة قالت أنه زوجها يسوي علاقات كثيرة على الفيسبوك وعلى الواتساب، وهي تكتشف أنه هو قد تكلم مع هؤلاء النسوة، وطبعا تنفعل كثير ويصير صراخ وتطلب من زوجها أن يتوقف عن هذا الشيء، هو ما يتوقف. فيعني شنو الحل؟ والله هذا الحل هو ليس مرض نفسي لما الرجل يخون زوجته، يعني مو فد شيء راح نعالجه بدواء، لكن هي ظاهرة اجتماعية. وللأسف الآن مع توفر وسائل الاتصال الموجودة، يعني يمكن كثير من الرجال والنساء بدأوا يسوون علاقات عن طريق هاي الوسائط. يمكن قبل كانت صعبة أنه تصير، لكن الآن سهلة جدا للأسف. فاللي أقوله للرجال المتزوجين اللي عندهم علاقات يعني خارج نطاق الزواج، يا أخوان الله يحفظكم، يعني أنتوا ما تقبل هذا الشيء. يعني متأكد أنت ما تقبل هذا الشيء على أختك أنه زوجها يسوي علاقات خارجية، وما تقبل هذا الشيء حتى على أمك، يعني أنه أمك تخون أبوك. فليش تقبلها على زوجتك يعني اللي هي نصفك الثاني وهي شريكتك بالحياة؟ فالرجاء يا أخوان يا متزوجين، اللي متزوج يحاول أنه يتوقف عن هذا الشيء، وأنه يجلس ويا زوجته بحوار مفتوح ويقولها مثلا أني آسف، أني نادم، وأنت زوجتي وأنت أهم شيء بحياتي يعني. وبالنسبة للزوجة أيضا أنصحها أنه ما تستخدم العصبية والانفعال والعراك مع الزوج، لأنه هذا قد يؤدي إلى زيادة إصرار الزوج على هذا الشيء. فماكو أفضل، يعني أنا في تجربتي ماكو أفضل من الكلمة الحسنة بين الزوج والزوجة في حل أي خلاف. فأيضا الزوجة العزيزة لا
لا تاخذين الموبايل منه وتشيكين الموبايل وتاخذين صور منه وتعملي اشياء اخرى زي هذه. حاولي انه تعطيه الثقه وتقولي له اني وثقت بيك واني اعرف انه سويت مثلا يعني هذا الشيء وارجوك انه تتوقف عنه. زين، ما الذي يحدث اذا الزوج ما توقف عن هذا الشيء؟ في هذه الحاله ممكن انه تستعين الزوجه بالاخيار بالصالحين من الاقرباء اللي ممكن انه يتدخلون بهذا الموضوع. لكن مثل ما قلت بالنهايه العراك، الصراخ، هاي الاشياء ما راح تجيب نتيجه. ونسال الله لكم العافيه. وصلتني رساله من ام انه هي يعني أم مثالية، أنا أعتبرها أم تخاف كثير على أطفالها واللي هم أطفال بالغين. طبعا عندها طفلة بالكلية وطفل تخرج من السادس الإعدادي وراح يدخل إلى كلية الآن، فأطفالها بالغين لكن هي تخاف عليهم جدا، يعني تحب تعرف كل تفاصيل حياتهم، تحب تعرف أنه شي يسوون برا، منو أصدقائهم، شنو الأشياء اللي يسووها. وحتى كان أول سؤال إلها إلي قالت أنه ابني يحب أصدقاءه أكثر من عندنا، يعني ابني يحب أصدقاءه أكثر من عائلته، ويقول لنا أنه هو يتونس ويا أصدقائه، يعني يحب قضاء الوقت مع أصدقائه وما يحب يقعد مع أمه وأبوه. طبعا الطفل هذا اللي نتكلم عنه هو عمره 18 سنة. فأني يعني اللي قلته للأخت اللي قلته أنه الإنسان المراهق في هذه المرحلة، مرحلة يعني 15-16-17 وحتى أدنى بالبلدان العربية يمكن مرحلة المراهقة تمتد إلى ما بعد 18، لأنه الشخص يكون في معظم الأحيان يعني ساكن مع أهله ويشعر أنه دائما هو يعني لحد الآن طفل. فالكثير منهم يحاولون أنه يكون مستقلين عن أهلهم، يحاولون أنه يكون عندهم استقلالية ويخرجون مع أصدقائهم وما يقولون لأهلهم عن الأشياء اللي يسووها برا. فهذا شيء طبيعي، هذا مو مرض يعني ممكن نعالجه. الطريقة الوحيدة لكسب ثقتهم، لكسب ثقة ابنك المراهق أو بنتك المراهقة، أنه تكونون كأصدقاء لهم، أنه تخصصون يوميا، وأنا أقول يوميا وقت أنه تجلسون عليه، تجلسون في هذا الوقت وتتحدثون عن اللي صار بمدرستهم أو في كليتهم، تخرجون معهم تعزموهم على مطعم مثلا مرة بالأسبوع بس أنت وابنك يعني، وتتقرب لهم وتصير صديق. وهذا فتشي حتى معروف يعني بالأمثال الشعبية، أخواننا المصريين عندهم مثل يقول إن كبر ابنك خاوي، يعني صير مثل أخوه مثل صديقة، ولا تصير هذا الأب أو الأم اللي يريد يسيطر على حياته. وطبعا يعني بالنهاية احنا نعذر الآباء والأمهات، لأنه الآن دا يتعاملون مع جيل هو كلش مختلف عن الجيل اللي احنا كبرنا به. يعني هذا جيل الفيسبوك والإنترنت والواتساب واللي دا يشوف أشياء كثيرة جدا احنا ممكن حتى ما نتخيلها. فلذلك من المهم جدا أنه نكون أصدقاء لأطفالنا، وأنه نساعدهم على رؤية الشيء الصح ورؤية الشيء الغلط، وأنه يتخذوا القرار الصحيح. وأيضا أرجع وأقول أنه العراك، الكلام السيء، العقاب، الضرب، هاي الأشياء أبدا ما راح تنفع. يعني ماكو أي دليل أخواني وأخواتي أنه إذا أنت ضربت طفلك فطفلك راح يصير مؤدب وراح يطلع إنسان ناجح لما يكبر. فلذلك أرجوكم أنه دائما تعاملون أطفالكم وزوجاتكم وإخوانكم وأخواتكم بالحسنى، وتتجنبون الضرب والعراك وهاي الأشياء الأخرى اللي قد تؤدي إلى نتائج عكسية. سؤال آخر أيضا حول الخجل الاجتماعي والانطواء، يعني اللي هو احنا نسميه social anxiety أو social phobia، يعني هناك خوف شديد من مواجهة الآخرين، من التكلم مع الآخرين، والانطواء على النفس. أيضا هذه حالة من الحالات الموجودة والمعروفة والتي لها علاج. يعني مرة ثانية أقول أنه لا يوجد شيء ما بعلاج، يعني
فمثل ما قلنا أعراض هذا المرض أو الاضطراب أنه الشخص يكون جدا متحرج من أنه رؤية الآخرين خاصة الغرباء، ويصير عنده أعراض قلق شديد إذا كان مع مجموعة من الآخرين اللي هو ما يعرفهم، وقد يتصرف بتصرفات غريبة مثلا، يعني قد يغمى عليه من القلق والخوف من الآخرين. فهاي الأعراض مالته، ما هو العلاج لهذا الشيء؟ طبعا العلاج أيضا ينقسم إلى قسمين، علاج دوائي وعلاج سلوكي نفسي. العلاج الدوائي إذا صاحب هذه الأعراض، أعراض أمراض نفسية أخرى مثل القلق الشديد أو الكآبة، فإذا تعالج هاي الأشياء. وهناك عقارات معينة أيضا تنتمي إلى فئة مضادات الكآبة ممكن أنه تنفع في هذه الحالات. والعلاج النفسي أنه المعالج النفسي يعمل مع الشخص أنه تدريجيا يزيد ثقة هذا الشخص بمواجهة الآخرين، وأنه يكون في يعني مواقف اجتماعية بدون أن يشعر بهذا القلق والخوف من هذه المواقف. فهذه هي السؤال حول الخجل الاجتماعي والانطواء. طبعا وصلني سؤال أيضا، سؤال شوية عام، عن العصبية، ما هي أسبابها وما هي ما هو علاجها؟ يعني طبعا يعني سؤال جدا عام، يعني العصبية هذه هل هي مرض نفسي أم هي صفة من صفات الإنسان ممكن أنه يقدر يغيرها؟ طبعا العصبية هو أكثر شيء هو صفة من صفات الإنسان وليست مرض نفسي معين في الغالب. فطريقة علاج العصبية عند الشخص يجب أن نعرف سببها، يعني صار لهش قد العصبية، صار لهش قد هذا الشخص يعاني من العصبية، هل أنه تعرض إلى مشكلة معينة وبعدين بدأت تظهر عنده أنه مزاجه يكون دائما عصبي، أو هو دائما إنسان عصبي من طفولته لحد الآن. فنريد نعرف مثلا صار لهش قد هذه المشكلة وإش قد تأثر عليه، يعني إش قد تأثر على حياته اليومية. أكو فتشي هنا يسموه الأنجر مانجمنت كورسز، يعني كورس أو فالتدريب تحضره على مود يساعدك أنه تسيطر على الغضب الذي تشعر به إذا كان هذا الغضب زائد عن حده أو يؤثر على حياتك. بالنسبة للأدوية أيضا إذا كان هناك أعراض مرض ثاني، مثلا يعني أعراض مرض كآبة أو أعراض أخرى معينة، ممكن أنه الدواء يكون مفيد في هذه الحالات. لكن العلاج الأول للعصبية هو أنه نعرف سببها وأنه نساعد الشخص هذا على أنه يسوي أشياء معينة تبعد عن العصبية. يعني لما يشعر أنه يريد يصرخ أو يكسر أشياء أو يصرخ على الآخرين، يحاول أنه يأخذ نفسه بعيدا عن هذا الموقف ويهدئ نفسه. ومثل ما قلت هناك يعني دورات تدريبية لمساعدة الأشخاص على التغلب على غضبهم الزائد. للأسف ما أعرف إذا كانت هذه الأشياء موجودة بالدول العربية، بس أكيد موجود نوع من أنواع المساعدة لهذول الأشخاص، ونسأل الله لكم العافية. وصلني أيضا سؤال من أكثر من متابع عن كثرة الشك، عن الشخص الكثير الشك بالآخرين، يعني يشك بزوجته، يشك بعائلته، يشك بالآخرين، يراقب زوجته دائما ويراقب الآخرين بالشارع بالحي اللي هو ساكن به. يعني هذا فرط الشك عند الشخص، شنو هذا سببه وشون تعالجه؟ طبعا الأعراض اللي وصفوها السائلين هي أعراض شديدة جدا، يعني ما معقول أنه تكون أعراض يعني مجرد إنسان دي يشعر بالشك الزايد، لكن هي أعراض قد تكون يعني أعراض الشخصية الشكوكة أو البارانويد بيرسوناليتي ديسوردر. بهذا الاضطراب يكون الشخص منذ فترة مبكرة في عمره
كثير الشك، وأي كلمة أنت تقول لي هي راح يفسرها بالتفسير الأسوأ، وعندهم في النظرة سلبية عن الآخرين وما يقدرون يثقون بأي شخص. فاضطراب الشخصية الشكوكة هو اضطراب موجود. طبعا أنا ما أقدر أقول أنه هذا الشخص اللي سألني عن قريبه أنه هذا الشخص عنده هذا المرض، لأنه أنا ما قيمت الحالة، لكن الأعراض اللي وصفوها تتفق مع أعراض الشخصية المرتابة أو كثيرة الشك. طبعا شنو العلاج لهذا المسألة؟ العلاج أولا أنه تساعد هذا الشخص على أنه يعرف أنه عنده مشكلة، يعني هذا أهم شيء، لأنه إذا الشخص ما عنده أي فهم أو أي اعتراف بأنه هو يعاني من مشكلة، مستحيل راح تقدر تساعده. فلازم أولا تساعد هذا الشخص على أنه يكون عنده فهم وإدراك أنه هذا كثرة الشك اللي عنده هو هي في شيء غير طبيعي، وأنه هذا في شيء يأثر على علاقاته الاجتماعية مع الآخرين. والشيء الثاني، إذا شوية شوية إذا هذا الشخص اقتنع بأنه هو هذا شك غير طبيعي، فتحاول أنه تعرض على أخصائي ويشوفون الأشياء اللي ممكن أنه يقدموها إلى لمساعدته في هذا الشيء. للأسف بعض الأشخاص بهذا الاضطراب ما راح يعترفون أبدا أنه هو شكهم غير طبيعي، وأنه راح يستمرون في حياتهم. وأيضا طبعا كطبيب نفسي أنا ما أقدر أعالج مريض ضد رغبته أو ضد إرادته، خاصة إذا كانت هاي الأشياء يعني ما مسببت له أي إعاقة تامة في حياته. يعني إذا كان هذا الشخص دي يروح للعمل ودي يسوي عمله ودي يشتغل طبيعي، بس هو كثير الشك، طبعا ما أقدر أني أتدخل وعالجه رغما عن إرادته. فأرجو أنه مجرد أنه تساعدون هذول الأشخاص على أنه يتطور عندهم هذا الإدراك بأنه شكهم زايد، وتعاونوهم معاملة يعني حسنة. وإن شاء الله أكو دليل أنه الأشخاص اللي عندهم هاي الاضطرابات الشك وغيرها، مع تقدم العمر الأعراض تتحسن، يعني قل الشك عندهم. فنسأل الله لكم العافية، ونتمنى أنه هذا الشيء راح يكون موجود عندكم. سؤال آخر من أخت وصلني عن الإبر، عن الأبر المضادة للذهان. طبعا مثل ما قلنا أنه الأدوية المضادة للذهان أو الأنتي سايكوتيك ميديكيشن اللي تعطى في حالات الفصام، يعني الشيزوفرينيا وغيرها من الأمراض النفسية الخطيرة، ممكن أن تعالج بهذه الأدوية عن طريق الحبوب أو الشراب أو الإبر. الإبر بها أنواع كثيرة، وممكن أنه تعطى الإبرة هذه مرة كل أسبوع أو مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر، وما يحتاج المريض أنه يأخذ حبوب كل يوم إذا أخذ الإبر. فوصلني استفسار من شخص أنه يقول أنه يأخذ إبرة من هاي الإبر اسمها موديكيت، ويأخذها كل شهر، وهو عنده مرض فصام الشخصية أو فصام العقلي عفوا وليس الشخصية، ويقول أنه يعني تصير عندي مشاكل جنسية، أنه ما يصير عندي انتصاب، ما يصير عندي رغبة بالجنس. فيقول أنا ما أقدر أبطل العلاج لأنه دي يساعدني كثير، بس بنفس الوقت أنا عمري بالثلاثينات ولحد الآن ما متزوج بسبب الأعراض الجانبية لهذا الدواء. طبعا هذا فشيء يعني مؤسف جدا. كل الأدوية اللي نستخدمها سواء كان بالطب النفسي أو بالطب الباطني إلها أعراض جانبية. للأسف الكثير من الأدوية اللي نستخدمها بالطب النفسي قد تكون إلها أعراض جنسية جانبية، يعني تمنع الانتصاب والأشياء الأخرى. فيعني أنصح هذا الشخص مثل ما هو قال، الأفضل أنه يستمر على العلاج طبعا، وبعدين أنه ممكن أنه يختار للدكتور فالدواء الثاني غير هذا الدواء قد لا يسبب هذا الأعراض. يعني مثلا هو على الموديكيت اللي هو دواء تقريبا قديم شوية، ممكن أنه نستخدم دواء الكويتايبين، لكن مشكلة الكويتايبين أنه ما يجي بإبر، لازم يأخذه عن طريق الحبوب. إذا يريد إبر لازم يأخذ دواء احنا نسميه أريبيبرازول أو أبيليفاي إنجكشن، وهاي الإبرة ممكن أنه تعطى مرة كل شهر، وما يكون لهذاك التأثير على المسائل الجنسية عند الرجال.
فلذلك أرجوك أخي أنه تراجع الدكتور وتحاول أنه تستفسر منه إذا ممكن أنه يغير لك العلاج من هاي الأبرة إلى أبرة ثانية قد ما تسبب لك هذه المشكلة الجنسية. سؤال ثاني من أم أيضا أعتقد من الأردن، ويعني سؤالها فعلا يعني سؤال مهم، أنه تضرب أطفالها، هي عندها طفلين وتضرب أطفالها ضرب شديد، لكن بعد ذلك ترجع وتبوسهم ويعني وتكون متأسفة على هذا الشيء. تفكر يعني تقول أنا أعرف أنه اللي دا أسوي خطأ أنه أضرب أطفالي بهذه الطريقة، لكن ما أعرف يعني ما أقدر أسيطر على نفسي. وتقول وصلت إلى مرحلة الآن أنه إذا أتكلم معهم طبيعي ينهزمون يهربوا من عندي، لأنه هم بدوا يخافون من عندها بسبب هذا الضرب اللي تضربه إلهم. يعني هذه المشكلة موجودة أعتقد في مجتمعاتنا العربية وموجودة أيضا بالمجتمعات الغربية، العنف المنزلي، يعني العنف ضد الأطفال أو العنف الجسدي بين الزوج والزوجة. مثل ما قلنا يعني لا يوجد أي دليل على أنه الضرب سيصنع من ابنك أو بنتك إنسانا أفضل، يعني لا يوجد أي دليل على ذلك. يعني حاولوا قدر ما تقدرون تبتعدون عن الضرب. إذا شعرتوا بالعصبية الشديدة تجاه أطفالكم وردتوا تعاقبوهم، حاولوا أنه تعاقبوهم بالكلام، يعني أنه تقولوا لهم أنا زعلت عليك، أنا بعد ما رح أسوي لك هذا الشيء، وروح لغرفتك مثلا، أو روح أقعد بمكان معين وما أريد أشوفك لمدة ساعة ساعتين. ممكن أنه تعاقبوهم بأنه تأخذون أو تمنعوهم من لعبة من ألعابهم، تمنعوهم من أنه يشوفون التلفزيون لمدة ساعة ساعتين. لكن يعني الضرب هذا يعني ما يعني مستحيل يجيب أي نتيجة جيدة مع أي شخص. فلذلك يا أختي حاولي أنه تهدئين من أعصابك، وإذا شعرتي أنه أنت وصلتي لهذه المرحلة من العصبية أنه راح تضربيهم، حاولي أنه تاخذين نفسك وتروحين الغرفة ثانية، أو حاولي أنه تقولي لهم روحوا اذهبوا بعيدا، ما أريد أشوفكم هسا، إلى أن تهدئين شوية. وبارك الله بيك، وإن شاء الله أنت يعني أم جيدة، وأني أقدر هذا الشعور اللي عندك. ويعني مثل ما قلنا أنت تحبين أطفالك، هذا في شيء كلش واضح، بس حاولي تبتعدين عن الضرب. سؤال آخر من أخ من مصر، يقول أنه هو في سن الثلاثينات وعايش مع أمه وأخته وأبوه، أبوه متوفي فهو عايش مع أمه وأخته. يقول صار عندي إدمان للمخدرات لفترة طويلة، واستخدم جميع أنواع المخدرات على حسب قوله، لكن الحمد لله وقف هذا الشيء، توقف عن استخدام المخدرات، والآن يدخن سجائر فقط. بس يقول أنا مصاب باكتئاب حاد، يعني مشاعري غائبة، وتركت العمل وقفلت على نفسي الباب، يعني جلس في بيته وما يكلم أحد وما يخرج وما يسوي أي شيء، قطعت صلة الرحم مع الأهل والأصدقاء، وما يتكلم حتى مع أمه وأخته اللي هو عايش وياهم في نفس البيت، يعني قضي معظم وقته في غرفته. فيقول هاي الحالة صار لها تقريبا سنتين، يقول حتى الصلاة والقرآن والمسجد هاي أشياء بديت ما أتذوقها، يعني ما تجلب لي أي يعني أي فرحة، وأعيش الخوف. فيقول يعني مش عارف أرجع لحياتي الطبيعية، فيقول يعني شنو الحل إلي. طبعا يا أخي اللي أرسلت هذا الاستفسار، يعني بارك الله بيك، أنت سويت في شيء كبير جدا وجيد جدا، أنه توقفت عن استخدام المخدرات اللي إلها أعراض جانبية كبيرة على الفرد وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه. الآن الحالة الكآبة اللي تعاني منها، مرة ثانية أقول هذه حالة ممكن أنه تعالج إن شاء الله، والعلاج موجود.
أنصحك أنه تشوف مختص في هذه المسألة في بلدك في مصر. أنا أعرف أنه في مصر الحمد لله كثير من المستشفيات والعيادات النفسية والأطباء أخصائيين أمراض النفس موجودين في مصر، وحتى في إنجلترا، يعني من أبدع أطباء النفس في إنجلترا هم أصلهم من مصر ومن بقية الدول العربية والإسلامية. فأشجعك على أنه تشوف طبيب وتحاول أنه تحصل منه على مساعدة لتجاوز هذا الاكتئاب الحاد الذي أنت تمر به. وطبعا أنا أركز تركيز كبير على أهمية أنه تعود إلى العمل. العودة إلى العمل هي من الأشياء اللي شافوها تنفع كثيرا في تحسين الصحة النفسية، وبالإضافة إلى ذلك ممارسة التمارين الرياضية. يعني إذا تقدر تروح إلى جيم أو يعني صالة ألعاب رياضية على الأقل مرة بالأسبوع، تلتقي بناس آخرين، هذه كل هذه الأشياء تساهم في أنه تساعدك على أن تتغلب على العزلة اللي أنت فيها الآن. والله الموفق والله المشافي والمعافي لك وللجميع. تقريبا احنا راح نكمل الساعة اللي هي مخصصة لنا اليوم، لكن حبيت أذكر فد سؤال أخير. طبعا هناك الكثير من الأسئلة الأخرى اللي ما دا يسنح الوقت أنه أجاوبها، فأني آسف جدا على هذا الشيء. واللي أحب أقوله أنه رجاء يا أخوتي كل سؤال راح تسألوا لي راح أحاول أن أجاوب عليه، لكن حقيقة يعني الوقت أحيانا ما يسمح، فأرجوكم المعذرة وسامحوني على هذا الشيء. السؤال اللي ردت أختم به حلقة هذا اليوم هو سؤال مهم، وصلني من أخ من العراق يقول أنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية، ويقول أنه هو كاره نفسه وحياته ويتمنى الموت، يعني ويعاني من كآبة وحزن وتعب شديد. طبعا هذا موضوع اضطراب الهوية الجنسية، إذا تقرون عنه بالإنترنت موضوع كبير جدا، وللأسف بسبب أنه من المواضيع المحرجة فما يتم مناقشتها ولا علاجها في الدول العربية بالطريقة الصحيحة. اضطراب الهوية الجنسية عندما يشعر الشخص أنه الجنس اللي هو فيه هو ليس الجنس الصحيح، ويريد يحاول أنه يحول الجنس الذي ينتمي إليه. يعني مثلا إذا كان اضطراب الهوية الجنسية أن يصيب امرأة، فهي تشعر أنه هي في جسد خطأ وأنه يجب أن تكون رجل. وإذا كان اضطراب الهوية الجنسية يعني يكون في رجل، فهو يشعر أنه يجب أن يكون امرأة وليس رجل. طبعا يعني هذا الشيء يحتاج إلى تقييم، يحتاج إلى علاج. هذا الشيء هو يعني السبب مالته لحد الآن هو غير معروف. يعني أكو بعض الناس يقول لك هذا السبب أنه هم يعيشون في بيئة قد تزيد شعورهم بأنه هم ينتمون إلى الجنس الآخر، أو أنه الآباء أو الأمهات ما ربوا أطفالهم بطريقة صحيحة. لا يا أخوان، هي مسألة مو بهاي البساطة. المسألة أنه بعض الأشخاص سبحان الله يولدون ومن الله عندهم هاي الأفكار عن جنسهم. يعني لما يكبرون وحتى من مراحل مبكرة في نموهم يشعرون أنه هم لا ينتمون لهذا الجنس، وأنه يريدون يحولون الجنس تبعهم. فالحل شنو؟ الحل في إنجلترا في المدينة اللي أنا أعمل بها، اللي هي مدينة كبيرة جدا تقريبا بها 1,000,000 شخص، هناك عيادة واحدة لهذه الاضطرابات، تصوروا. فهو أيضا حتى في الدول الغربية المتقدمة لا يوجد أخصائيين كثيرين لتقييم هذه الحالات وتقديم المساعدة لهم. أنا سألت الكثير من الأخصائيين الأمراض النفسية في المنطقة العربية، وقالوا لي إنه ما موجود أي أخصائي في العراق أو حتى في المنطقة العربية اللي يعالج هاي الحالات، حالات اضطرابات الهوية الجنسية. فأني أنصح هذا الشخص اللي أرسل لي هذا السؤال اللي هو في العراق، أرجوك أنه تبحث عن أخصائي نفسي على الأقل لمعالجة حالة الكآبة اللي أنت تمر بيها، واللي تخليك تشعر بأنه تريد تنهي حياتك وغيرها من هذه المشاعر. فعلى الأقل عالج حالة الكآبة، والله أعلم يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يعني يسخر لك فد فالطريقة للخروج من الوضع اللي أنت به.
لكن مثل ما قلت اضطراب الهوية الجنسية هو اضطراب مهم وللأسف غير مدروس وغير معالج في بلداننا العربية. وصلنا تقريبا إلى نهاية الساعة اللي خصصناها اليوم للإجابة عن بعض أسئلتكم، ومثل ما قلت اعذروني معذرة شديدة لأنه هناك لك الكثير الكثير من الأسئلة الأخرى اللي ما صار عندي وقت، لكن أنا كل أسئلتكم دا أسجلها عندي، فيعني أي سؤال يجيني أنا دا أكتبه على ورقة وأحاول أنه أجيب عنه في أقرب وقت ممكن. فالرجاء استمروا بإرسال الأسئلة وراح أعمل ما في وسعي أنه أجاوب عليها. راح نلتقي إن شاء الله اللقاء الثاني يوم الاثنين القادم، يعني بعد أسبوع من الآن في نفس الوقت الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة، للكلام أكثر عن أسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم وبارك الله بكم، وأسأل الله لكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم دائما بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.